وازيكم واهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات صور متابعين على الانستجرام. السلسله دي براجع فيها صوركم اللي انتوا عملتولي فيها منشن وتاج على الانستجرام وبقول رايي فيها واذا كانت محتاجه تعديل في نقطه معينه او هي كويسه اصلا مش محتاجه اي حاجه، وانا بتعلم منكم في دي، بتعلم منكم وبعلمكم في نفس الوقت. فهي سلسله جميله جدا، لو انت حابب تشترك فيها اتاكد ان انت لما ترفع صوره بعد كده على الانستجرام تعمل لي منشن وتاج في على الانستجرام. عندي على الانستجرام، قلت انستجرام كتير قوي. خلينا نبدا، وهنبدا اول صوره معانا من نوران الشربيني وهي من دمياط. اول صور هي مصوره هنا، مجرد صور من الجنب عادي، ولكن هي منزله بعتلي تلات حاجات منهم وعامله تصاميم اللي هي شكلها حلو، يبقى تقريبا متعمل على بيكس ارت. هي اللي بيعجبني جدا فيها مش مثلا الزاويه بتاعه التصوير، لا هو ستايل الالوان، بتعرف تعمل تناسق الالوان جميل جدا مع الخلفيات والكلام ده، فبتديك احساس ان الصوره متناسقه جدا. ولكن الصوره ذات نفسها متصوره في وقت الاضاءه في لسعه، الوش غامق شويه محتاج اديت، لكن عجبني جدا اللمعه اللي موجوده في الدبله اللي في اليمين دي، عجباني جدا الصراحه، حلوه تقريبا دي جايه من شعاع الشمس على الاغلب، هي مش مقصوده بس هي حلوه يعني عجباني جدا. ولكن الوش محتاج اديت، محتاج تنعيم، محتاج جون بيرن، لو اتظبط من الحاجات دي الصوره تبقى جامده جدا. في صوره ثالثه، بوست ثالث، مجرد صور بورتريه عاديه، هي حلوه جدا بس زي ما انا قلت كل الناقص فيها هي ريتاتش على الوش وتظبيط شويه في الاضاءه بشكل عام، ولكن الالوان بتاعت الصوره دي نقطه قوتها، وبتميز في دايما في نقطه القوه ديت ان عند الالوان بتعرف تعمل فيها تناسق حلو، ولكن اديت يعني محتاجه تظبطي نفسك اكتر في اديت شويه. ندخل بقى على صور ويدنج جامده جدا من كيدولسيكا فوتوغرافي او بي اتش، مصور صور هنا في سان ستيفانو في الفور سيزون. بصراحه الصور عظمه، ريتاتش خفيف جدا جدا بس يعني بخلي الصوره حلوه، مصلح كل الشباب اللي في الصوره مع انه خليها برضو طبيعيه، يعني هو مصورش كده وخلاص، لا عامل ريتاتش بسيط وحلو جدا. انا بحب نوعيه الايديت دوت، بيخلي الصوره تبان طبيعيه اكتر وتبان ان هي حلوه، يعني مش مجرد صورته وخلاص، لا هو ظبط الاضاءه وظبط الالوان، ظبط الوان الفستان، ظبط كل حاجه، وبين ان هو مصور بفلاش موجود فوق الكاميرا بشويه، مش فوق الكاميرا على طول، لا فوق الكاميرا بشويه، لو مرفوع يعني تقريبا بوقته عشان الاضاءه ناعمه جدا، ولكن حلو جدا. دي صوره من زاويه تحت، لا اختيار الزاويه دي حلو جدا. دايما لما تبقى عايز تبين في الصوره بتاعتك ان هي فيها عمق وفيها حياه كده في الصوره، وان هي فيها حركه وانها صوره حقيقيه، صور دايما بزاويه مختلفه، صور بزاويه واطيه شويه ومن بعيد مثلا. حاجه برضو اضافيه ممكن تعملها انك انت تحط حاجه قدام العدسه بتاعتك او قدام الكاميرا بتاعتك، فتعمل زي عزل في الفور جراوند اللي هو تديك عمق اكتر في الصوره، انك تحط حاجه قدام الشخص اللي انت بتصوره، قدام الحاجه اللي انت بتصوره، وحاجه ورا الحاجه اللي انت بتصورها، ده بيديك عمق واحساس ان الصوره ديت اكنها 3D. فهو ده اللي عامله ان هو صور من عند شجره، وتقريبا على ما اعتقد الصوره دي متصوره بالعدسه 18-55 او عدسه وايد بفتحه عدسه ضيقه، لان مفيش عزل جامد في الصوره دي. فبما ان الشجر اللي هو جاي من قدام ده مش معزول بشكل كبير، فتقريبا هم اصلا مش بعادهم قريبين جدا، ولكن هو استخدم عدسه وايد في النقطه دي. وطالما انت استخدمت عدسه وايد فالمفروض كان هيبقى فيه ديستورشن، بس اختيار المكان في مكان العدسه في مكان الفريم ده لغى جزء كبير قوي من الديستورشن بتاعها كمان. فالصوره حلوه ما عنديش عليها اي كومنت خالص، كنت ممكن تظبط شويه اكتر الالوان شويه، كنت ممكن تخليها حاجه دراميه اكتر شويه، ولكن اختيار الالوان مبهج ومفرح وحلو حلو جدا، فاللي هو عاش خد لايك. صوره متصوره من يويو مودي، تقريبا ظهر معانا في كذا فيديو قبل كده، مصور الصوره ديت على ما اعتقد، بما انه من اسكندريه فعلى ما اعتقد ان الصوره دي جوه قلعه قايتباي في الممر الطويل لو اخر شباك ده، انا عارف المنطقه دي تقريبا الحته دي في القلعه يعني. هو عجبني جدا المود اللي هو عامله، خلى المود دارك وغامق، اصلا من اسمه يويو مودي، تقريبا انت بتحب الحاجات المودي والغامقه وكده، فبصراحه حلو وعاش جدا. وفي تدرج من اللون الازرق للون البرتقالي او الاورنج من الاضاءه اللي موجوده في الممر، فاللي هو حلو جدا يعني وكويس جدا بالنسبه لتصوير الموبايل. الصوره اللي بعد كده من المدوي فوتوغرافي، هي الصوره دي احسن صوره في الثلاثه، ولكن دي يعني مش عجباني تعابير الوش، مش عجباني الزاويه، مش عجباني الشكل خالص، يعني حتى نص وشها مش باين، مفيش ريتاتش على الوش.
الصورة الأولانية برضو جزء من رأسها مقطوع، الصورة مش وايد كفاية، انت مصور تقريبا الصورة بتقول مش مظبوطة قوي، يعني مش عاجبني الصورة قوي، ولكن الصورة دي تاخد الجائزة. الصورة دي جامدة جدا، الزاوية حلوة، التعبير الوش حلوة، الوقفة كويسة جدا، الإضاءة جميلة جدا، حتى الوش برضو منور، الإضاءة انت عامل شوية إضاءة على الوش أو عاكس إضاءة على الوش، فالإضاءة هنا والصورة ككل أحسن بكتير بمراحل من الصورتين التانيين. الصورتين التانيين دول من رأيي انك تشيلهم وتخلي الصورة دي بس. نقفل بقى الحلقة مع سيشن جامد جدا من جوكو عماد، برضو من اسكندرية، تقريبا كل الفنانين من اسكندرية في الحلقة دي. الصورة من الجنب تحفة، ألوان جميلة. أنا كنت عامل قبل كده بريست نفس الشكل ده، ما استخدمتوش غير في سيشن واحد وبعد كده أهملته وبقتش بستخدمه تاني، اللي هو ما يليقش غير على ستايلات اللي انت أصلا مجهز لها، نفس ستايل الألوان، نفس ستايل المكان، ستايل الإضاءة، لازم تكون مجهز للصورة قبل ما انت تصورها عشان تعمل نفس الستايل ده. وأنا بحب جدا ستايل كاميرات الفيلم، اللي هو اذا كنت هتصور ديجيتال وتعمل ايديت لكاميرا فيلم، او انت اصلا هتصور بكاميرا فيلم. انا بفكر اصلا جدا ان انا اجيب كاميرا فيلم عشان اصور بيها كام صوره ويطلع شكلها جاهز حاجه زي كده، ولكن مش عارف ازاي هطلع الصوره واحطها واعمل عليها شويه ايديت والكلام ده، فاللي انا مش عارف فاستسلمت على الموضوع ده. ولكن الصوره دي جامده جدا، الصورة دي برضو حلوة، الموديل بتعرف تتصور، الزوايا برضو بتاعت التصوير والمكان والإضاءة كويس جدا. انت ممكن كنت تعمل شوية ريتاتش بس على البشرة تناعم بس مش اكتر، وكنت بعد كده تسيبها تعمل الهايلايت ده موجودة اصلا في الصورة من الإضاءة اللي انت عاملها. رأس الصورة دي تركزت على الكاميرا اهم من رأسها يعني، ولا انا مش فاهم يا جماعة. فيه على بيكس ارت او فيه على اي برنامج من برامج الإديت الصور، في حاجة ممكن انت تخلي ابعاد الصورة تبقى كلها باينة، زي مثلا تستخدم تطبيق كول جرام، تستخدمه بانك تخلي الصورة مربعة، هو يضيف حواف بيضة، اذا كانت لو الصورة بالعرض يضيف حافة بيضة فوق وتحت، او حواف باللون اللي انت عايزه يعني عامة فوق وتحت او يمين وشمال، عشان تبين الصورة كلها، ما تبقاش حاجة مقطوعة في الصورة، فاهمين قصدي؟ فاللي هو يبقى استخدمه هيخلي الصورة كلها تبان فيبقى شكلها احسن. الصورة دي برضو حلوة جدا، كانت عايزة برضو شوية ريتاتش خفيف على البشرة وكانت تبقى تحفة جدا. الصورة دي برضو جامدة يعني جد، الصورة دي حلوة جدا، الوقفة، الإضاءة، الألوان، مش ناقصك بجد غير تاتش بشرة. عايزين يعني تشوفوا فيديو التنعيم يا جماعة، بصوا فيديو التنعيم هتلاقوه في الحتة دي في الآي اللي هنا دي، شوفوه سهل جدا، مش هياخد منك دقيقتين بالظبط بعد ما تعمله اول مره، مش هياخد منك دقيقتين بعد كده عشان تعمل تنعيم للوش كله وتبقى ظابط الالوان بتاعت الوش، بحيث ان ما يبقاش فيه البقع اللي موجوده مثلا في الجبهه او القوره اللي على الخد اللي على الدقن، الكلام ده. وكمان بالتنعيم لو انت عملت مظبوط بطريقه صح، فهتقدر ان انت تخلي شكل المناخير اكنها بقت ارفع وان هي في اضاءه عليها. فاتاكد انت تشوف الفيديو، هسيبه لكم في الاي اللي هنا دي. بس كده، هي دي كانت كل الصور للفيديو ده. لو انت عايز تشترك اتاكد انك تعملي تاج ومنشن في الصوره بتاعتك على الانستجرام، وانا ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات الجايه هتظهر معايا في الفيديوهات اللي جايه. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو لو عجبك، تشترك في القناه لو مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، تقول لي رايك في التعليقات اسفل الفيديو، مين اكتر صور او اكتر شخص في الصور انت شفتها في الحلقة دي هو اللي ابدع في تصويره واللي تحسن على الحلقات اللي فاتت، او اللي عجبك تصويره اكتر من الباقية. عايزكم تعملوا لي في التعليقات فوت على مين كان تصويره احسن في حلقة النهاردة، وتقولي في التعليقات اسفل الفيديو. بس كده، بالفيديو يكون عجبك للمرة التانية، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.